بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حققنا بحقائق اهل القرب، واسلك بنا مسالك اهل الجزم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اهدنا لاحسن الاخلاق، فانه لا يهدي لاحسنها الا انت. واصرف عنا سيء الاخلاق، فانه لا يصرف عنا سيء الا انت. اللهم شفع فينا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. اللهم امدنا بانواره وبمدده يا رب العالمين، وخلقنا باخلاقه الكريمه، احينا على سنته وتوفنا على ملته، واعدنا من مضلات الفتن برحمتك يا ارحم الراحمين. واسقنا من يده الشريفه شربه ماء لا نظما بعده ابدا، وبلغه منا السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله في كل لمحه ونفس عدد ما يوسع علم الله، صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها اعلى الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات. اما بعد، نكمل قراءه حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. وما زلنا في أركان الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا حج بيته الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، وأن يتقبل ذلك منا يا رب العالمين. قلنا أن أركان الحج: الإحرام مع النية، والثاني الوقوف بعرفة، والثالث الطواف يسموه طواف الركن، والرابع السعي سعي الحج، والخامس الحلقة أو التقصير، والسادس الترتيب في المعظم. الترتيب في المعظم، احنا النهاردة هنتكلم على الطواف. كنا تكلمنا في الجلسة السابقة على النية مع الإحرام، وعلى الوقوف بعرفة وما تعلق به، واليوم نطوف إن شاء الله. يقول: والثالث الطواف بالبيت. بنقرأ كلام سيدنا ابن قاسم الغزي الأول: سبع طوفات جاعلا في طوافه البيت عن يساره، مبتدئا بالحجر الأسود، محاذيا له في مروره بجميع بدنه، فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب له. والرابع اللي هو الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة سبع مرات، وشروطه أن يبدأ في أول مرة بالصفا ويختم بالمروة، ويحسب ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منها إليه مرة أخرى. والصفا بالقصر طرف جبل أبي قبيس، والمروة بفتح الميم علم على الموضع المعروف بمكة. وبقي من أركان الحج الحلقة أو التقصير: إن جعلنا كل منهما نسكا وهو المشهور، فإن قلنا أن كل منهما استباحة محظور فليس من الأركان، ويجب تقديم الإحرام على كل الأركان السابقة. وأركان العمرة ثلاثة كما في بعض النسخ، وفي بعضها أربعة أشياء: الإحرام والطواف والسعي والحلقة أو التقصير في أحد القولين، وهو الراجح كما سبق قريبا، وإلا فلا يكون من أركان العمرة. ونقف على واجبات الحج. احنا نحاول النهاردة نخلص أركان الحج ونقف على الواجبات. يقول الشيخ إبراهيم البيجوري في حاشيته: قوله والثالث أي من الأركان، ولو قال وثالثها لكان أنسب بقوله أحدها، لكنه مناسب لقوله والثاني. وقوله الطواف بالبيت أي لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وواجبات الطواف ثمانية، أحدها كونه سبعة كما ذكره الشارح بقوله سبع طوفات. طبعا الشافعية غير الأحناف،
احنا في عندهم الركن في الطواف الفرد فيه أربعة والتلاتة واجب، والتلاتة واجب، يعني لو طاف أربعة وما طافش التلاتة يذبح دم على مذهب الأحناف، لأنه إيه سقط عنه واجب. وعندهم كمان إن الوضوء ليس ضروري في الطواف، فلو انتقد وضوءه طاف، طوافه صحيح على مذهب الأحناف سترهم الله، باطل على مذهب الشافعية أعانهم الله، لأن الطواف عنيف يعني في الزحمة لازم تروح بقى تتوضى وترجع تاني، دي عملية فيها ساعتين في الزحام الشديد ده. فعلى أي حال يعني في ساعة، يعني تلاقي الحج عبادة تلاقي فيها ساعة بالنظر في المذاهب، لكن طبعا الخروج من الخلاف مستحب، وحتى لو كنت حنفي تطوف سبعة برضه، شوف قد ايه، وتبقى متواضئ خروج من الخلاف، لان عندهم الوضوء من السنن المقصوده لذاتها في الطواف فهي مطلوبه. لكن عند الشافعيه لا يصح الطواف الا بوضوء. احنا هنا بنشرح مذهب الشافعيه، فلو قرات في كتب الاحناف هتلاقي الامور اوسع شويه من هذا. يبقى سبعه، وبعدين جعل البيت عن يساره مارا تلقاء وجهه كما ذكره الشارح بقوله جاعلا في طوافه البيت عن يساره، فلو استقبله او استدبره او جعله عن يمينه لم يصح. يعني ما ينفعش تطوف بالبيت مدي وشك للكعبة كده وبتمشي بجنبك، ده طواف باطل. ولا ينفع تدي ظهرك لاتجاه الطواف وتمشي بظهرك مرشدير يعني باكورد كده، ما ينفعش، مع انك في اتجاه المطاف بس مدي ظهرك كويس. وما ينفعش تخلي الكعبة عن يمينك، لازم تبقى الكعبة عن يسارك في جهة اليسار وتمشي تلقاء وجهك، تمشيش ايه بالعكس. يعني بالعربي هتروح تلاقي الناس بتطوف كده مش زيهم، يعني انت تروح تمشي زي الناس مش تقول انا، امشي مع الجماعة، تمشي بالعكس تبقى صعبة. وثالثها، اصل عارف لو تركنا السنة ومشينا بال وليطوف البيت العتيق بالقران بس، هتيجي بقى ايه نقول بالعقل كده، تبقى مره نطوف مره ونخلي الكعبه على يميننا، ما الرسول قال تيمانوا، هنمشي عقلنا بقى، هتبص تلاقي الحكايه تطلع تتغير الشعائر. دي اهميه السنه، انها تحفظ لك الدين كما هو. لا اللي يقول لك القران وخلاص، طب حج بقى بالقران، يبقى قابلني لو حجيت بالقران، ما تعرفش تعرفش تحج بالقرآن بس، لازم ترجع للسنة، خذوا عني مناسكها. وثالثها بدؤه بالحجر، يبقى لازم في نقطة بداية للطواف، نقطة بداية وهي نفسها نقطة نهاية كل شوط، نقطة البداية هي نفس نقطة النهاية. بدؤها بالحجر الأسود محاذيا له أو لجزئه بجميع بدنه من جهة شقه الأيسر كما ذكره الشارح بقوله مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه، فلو بدأ بغيره لم يحسب له ما طافه قبله. كان بدأ بالباب، الباب ده بيجي لك بعد الحجر بشوية، باب الكعب، بين الباب الكعبة وبين الحجر حتة اسمها الملتزم كويس. فلو انت بدأت من عند باب الكعبة، ما يقول لك وقت البيوت من أبوابها، مخه بقى عايز يبتدي من عند الباب، ما ينفعش. يبقى الحتة، يبقى الطوفة دي كلها مش محسوبة لحد ما تبتدي نمرة واحد من أول ما تيجي عند الحجر، وبعد كده يبقى واحد، شوف إزاي. فيبقى لازم من عند الحجر. لم يحسب ما طفه قبله كأن بدأ بالباب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه. ورابعها كونه في المسجد وإن وسع ما لم يخرج عن الحرم في المسجد، وإن وسع للناس اللي هي معترضين على توسعة المسعى. طب ما هو المسعى بين الصفا والمروه، الصفا والمروه دي اجزاء من جبل، وسع زي ما انت عايز بالعرض، يالفوا كتب ويقول لك اوعى تحج السنه دي لاحسن بقى وسع. واعترضوا ازاي بس؟ امال الناس تموت نفسها؟ يعني هو الشرع جاء ان الناس تموت نفسها؟ طب ما هو الطواف طالما انت في حدود الحرم، شوف انت الحرم واسع قد ايه، لو فضل يتسع الكعب دائره الطواف لحد ما خدت الحرم كله تبقى بتطوف ومش شايف الكعب، ويجوز. شوف قد ايه، طالما اتسعت دائرة الطواف، حتى ولو بينك وبينها جدار، طالما اتسعت دائرة الطواف وازدحم الناس ما فيهاش مشكلة.
يبقى وكونه في المسجد وان وسع ما لم يخرج عن الحرم. عن الحرام هي الحرام، هي مكتوب عندي الحرام، عندك الحرام، هي الحرم، عندي الف كده ملهاش لازم. ولو في هوائه، ولو هيطفي هوائه، يعني في الادوار العليا او من اهل الخطوه، طاير بصاف الريح او محمول زي اللي بيشيلوهم كده، ايه الناس الكبار بيشيلوا، يجيب لك اربعه كده نجرز واخد بالك، يروحوا شايلينهم وبيطوفوا، يبقى بيطف الهواء، هواء الحرم يعني، مش كده برضه؟ ولو في هوائه او على سطحه، ولو مرتفعا عن البيت، ولو كمان حتى بقى اعلى من مستوى الكعبه، كويس؟ او حال بين الطائف والبيت حائل كجدار مثلا او شيء من هذا. وخامسها نيته، ان لم يشمله نسك كسائر العبادات بخلاف ما شمله نسك لتبعيته له في النية. يعني انت نويت الحج في الاول مع الاحرام، فمش مشترط انك انت تنوي طواف الركن، تقول نويت طواف الركن، قبل تقول نويت الطواف خلاص، لان هيندرج على طول طواف الركن طالما جاء بعد الوقوف بعرفة، لان هو شامل للنسك. انت لبيت واحرمت بعمرة، فمجرد ما بتوصل بالطوف الطواف ده يقع عمرة على طول، مش شرط تقول نويت طواف العمرة بقى، لان دي داخل النسك. لكن انت خارج نسك عايز تطوف تطوع، تقوم تنوي نويت طواف التطوع، نذرت الطواف، تقول نويت طواف النذر، او نويت طواف التحية، مش كده برضو؟ يبقى الانواع الطواف ايه؟ في طواف حمرة، في طواف ركن، في طواف قدوم، في طواف تحية، وفي طواف الوداع، وفي طواف التطوع، وفي طواف النذر، سبع انواع، مش كده برضو؟ ده اللي يحضرني الان، ما اعرفش هل يبقوا تمانية ولا لا بعد كده لو عدنا نفكر، لكن هو لحد دلوقتي احنا عدينا سبعة. نقولهم تاني، طواف الحج اللي هو يسموه طواف الركن، او طواف الافاضة، ليه تلات اسماء، طواف الحج، طواف الركن، طواف الافاضة، حاجة واحدة كلها بتكون بعد الوقوف بعرفة، كويس؟ وعندي طواف العمرة معروف، عندي طواف القدوم اللي هو بيسموه طواف تحية برضو، بس للقارن وللايه وللمفرد، للقارن وللمفرد، يبقى عنده طواف قدوم، وعندي طواف تحية المسجد تاني. يعني ممكن طواف القدوم تحطه مع طواف التحية، وممكن تفرده لانه ده خاص مع الحج بس. وفي طواف التحية لما تبقى انت يعني قاعد في المسجد في مكة وداخل الحرم بتحييه بالطواف، يسموه طواف تحية. وبعدين عندي طواف التطوع، قاعد كده وعندك نشاط ودايرة الطواف رايقة وانت عايز تعبد ربك، فتقوم تطوف تطوع لله، حاجة جميلة، كويس، طواف تطوع. وفي عندنا طواف النذر، مش كده برضو؟ يبقى دي انواع الايه؟ وفي طواف الوداع طبعا لما يكون اخر عهدك بايه؟ بمكة، اخر عهدك بمكة، يبقى عندك طواف الوداع، وهو واجب مستقل عن الحج، ليس من واجبات الحج، ولكن واجب مستقل متعلق بالحرم، ويجبر بدم على الراجح عند الشافعي. ده الوداع. وفي وجه انه سنة، وفي الوجهين يسقط عن حائض والنفساء والضعيف. اللي قال بسنية او قال بوجوبه، قال طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء والضعيف، سهل. والوجه اللي قايله انه سنة، قال ويسن ان يجبر بدم خروجا من خلاف من اوجب، واللي قال انه واجب قال يبقى عليه دم وجوب، واضح؟ هيجي بعد كده. وعلشان كده بيقول لك ايه هنا، وخامسها نيته، نية الطواف ان لم يشمله نسك، زي العمرة والحج ده يشمله نسك كسائر العبادات بخلاف ما شمله نسك لتبعيته له في النية. وسادسه عدم صرفه لغيره كطلب غريم فان صرفه انقطع. يعني بيدور على واحد فدخل الحرم لقى الناس بتطوف، قال لما طوف كده ادور عليه بالمره، ما ينفعش، لازم الطواف خالص لله مش لهدف اخر. وزي ما ضربت لك مثال بيحصل دلوقتي للناس، ان ساعات يبقى اتنين تلاته ماشيين مع بعض بيطوفوا، يقوموا يطوفوا مع بعض من بعض، يقوموا يقعدوا في اثناء الطواف يدوروا على بعض بالمره وهو بيطوف، ده كده يبطل طواف لانه صرفه لغيره، فياخد باله، دي مشكله كبيره. بس على مذهب الشافعيه يعني،
مهند مش على مذهب غيره، لكن احنا شافعية. ولو لم اكن شافعيا لوددت ان اكون شافعي، واخد بالك؟ ما يقدرش، مش بلا تعصب، لكن هو أدلة المذهب وفقط يعني طريقة تفكير، فاخد بالك؟ بس ادي كل الحكاية. لكن كلهم اكابر، يبقى ما يصرفوش لغيري. وقع منه الباسبور فيقول بالمرة وانا بطوف، يقعد يبص كده في الايه على الارض ويغير اتجاهاته، قاعد عينيه اتقلعت، وقعت منه السبحة، وقعت منه الساعة، وقع منه الشنطة، فعش خلص طوافه بدور عليه. فهمت ازاي؟ ما تصرفوش لغيره. واضح الحتة دي؟ مهمة الحتة دي، لان بيقع فيها كثير من الناس دون ان يشعر. وتعمل ايه لما تكونوا مجموعة تتفق؟ اول ما نطوف يا جماعة لو تهنا عن بعض نتقابل بعد الطواف في الحتة الفلانية، بس عشان ايه؟ ما تقعدوش تدوروا على بعض تبوظوا عبادة بعضكم. يا جماعة احنا هنطوف اهو، احنا جنب بعض، لو حصل زحمة وبعدنا افترقنا يبقى هنلتقي عند ايه؟ عند الباب الفلاني، عند الحتة الفلانية، عند مكان الأحذية، عند زمزم، أي مكان تتفقوا تقوموا تتجمعوا فيه تاني. واضح؟ لو اتسرق خلاص يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقعد بقى إيه؟ يندب حظه وهو يكمل طوافه. معلش؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لا ما يجريش ورا الحرامي، لو جري ورا الحرامي يبقى الجزء اللي عمله ده مش محسوب من الطواف، ويرجع يعرف جري من اول فين ويرجع تاني يبني على ما فات. طب يستريح اثناء الطواف؟ له ان يستريح، ولو طبعا، وياكل ويشرب، واخد بالك؟ ولو قابل انسان مثلا يعرفه فسلم عليه وقعد كلمه وكده وخد منه عنوان وتليفونه كل ده وهو بيطوف، واخد بالك؟ يعني يقف، بس يقف في الفتره دي، يقف علشان ما يبقاش صرفه لغايه. حاجه سقطت منه ودور عليها. لو عينه وقعت عليها قدرا لكن ما كانش بيبحث عنها قصدا. يقطع الطواف؟ له ان يقطع الطواف ليبحث. يبحث عنها. ايوه طبعا. له ان يبحث يقطع الطواف. لكن ما يجعلش يعمله بغرضين. ايوه. طوافه بيبحث بالمره، لا. عشان تبقى عباده خالصه. زي انت في الصلاه كده، ما ينفعش تقعد تصلي وفي نفس الوقت مثلا تعد فلوسك. ما ينفعش اطلع الفلوس كده على قدها، او اظبط الساعه، او ابرمج الموبايل اقعد اطقطق فيه، ما ينفعش. دي صلاه دي، يبقى لازم ايه؟ تخلي عبادتك خالصه لله، لان ده ضد الخشوع. المشكله ان الحاجات دي كلها بضد الخشوع، فتضيع خشوع العباده. وعشان كده خد بالك، عدم صرفه لغيره كطلب غريم، فان صرفه انقطع. انقطع الحته دي مش بطل، انقطع من اول ما صرفه. صرفه من الرابع يبتدي يعيد من الرابع، صرفه من الثالث يعيد من الثالث، صرفه في الخامس يعيد من الخامس، لكن اللي فات ما بطلش. وده من باب التيسير. لكن في الصلاه تبطل كلها، لو بطلت الصلاه في الرابعه بتبطل حتى الركعه الاولى، كل الصلاه. يبقى في الحج في تيسير، يعني عباده فيها تيسير. اذا بطلت طوفه من الطوفات السبعه لا يبطل ما سبقه. واضح؟ وسابعها ستر العورة كعورة الصلاة، عورتك في الطواف كعورتك في الصلاة، كويس؟ فلازم تسترها. الناس بيبقوا لابسين البشكير، بالذات الرجالة لما يبقى عندهم كرش وكده يقع منه يبقى تحت سرته، فياخد باله طوافه كده يبقى باطل على مذهب الشافعية، طالما بان الحتة اللي تحت السر. ودي عيوب الكرش. فيبقى الواحد لازم أولا يبقى من غير كرش، دي أول حاجة. ثانيا لو ابتلي بالكرش يروح إيه؟ رافع الثوب بتاعه علشان يراعي ان يبقى سرته متغطيه، او الحد السره، هل السره داخله في العوره ولا هي حد للعوره؟ يعني خلاف في المذهب، فاحسن خلينا فوق العوره شويه، وكذلك تحت الركبتين. طب لو ظهر جزء من عورته دي اثناء الطواف، طوافه صحيح على مذهب الملكيه والاحناف، وبطل على مذهب الحنابله والشافعيه. خلاص؟ ما لم تكن المغلظة، يعني القبل والدبر، فيبقى بطل عند الكل. واضح؟ كأنه طاف عاريا. ليه انا بقول لك المذاهب التانية يا شافعي؟ علشان ما تبقاش طول ما انت بتطوف قاعد باصص لسرة الرجالة اللي باينة، وقاعد تقول له ارفع ارفع ارفع، وتشغل نفسك. خلاص لما عينك تقع على واحد سرته باينة، واخد بالك؟ قول خلاص ده شافعي، ده ملكي.
الطواف صحيح على مذهب المالكيه، وانشغل انت بعبادتك عشان ايه ما توشش نفسك، والا هتلاقي نفسك كل شويه قاعد بقى ايه بتشغل مطوع بلغه السعوديين. يبقى ستر العوره، وثامنها الطهر عن حدث اصغر. ستر العوره طبعا الستات شعرها ما يبانش، ساعات مع الزحام الاشار بيوقع كده شعرها يبان، يبقى تروح واقفه لابساه كويس ما تخطوش خطوه وهي لسه شعرها باين، لان الخطوه دي بطله. يبقى اول ما يقع منها الاشار وبان شعرها تروح واقفه ولابسه مغطيه عورتها كويس وتكمل خطوات. واضح ده بالنسبه للمراه علشان ما تبقاش خطت خطوه وعورتها باين. الثامن وثامنها الطهر عن حدث اصغر واكبر، يبقى لازم يبقى متوضئ وضوئي للصلاه كويس، ده على مذهبنا. وعن نجس، وكمان ما يبقاش فيها نجاسه لا على ثوبه ولا على بدنه كما في الصلاه. ولخبر الطواف بالبيت الصلاه، فلو زال الستر او الطهر جدد وبنى على طواف. فلو زال الستر او الطهر جدد اي الطائف وبنى على طوافه، بنى يعني ايه؟ يعني يبني على ما فات، ما يسقطش الايه اللي عمله قبل كده، دي معنى بنى. انما امتى لما نقول سقط ما فاته؟ نقول استأنف. لو قال لك استأنف يعني يبتدي من اول واحد، انما يقول لك بنى يعني يبني على ما فات. خدت بالك؟ ما احنا قلنا عند الشافعيه بقى في الحاله اللي زي دي ياخد راي ايه اللامس دون الملموس. عند الشافعيه لمس بشره المراه بلا حائل ينقض الوضوء. لكن انت لو انت بتحرك ايدك كده فتلمست، مش انت اللي لامس، يبقى الملموس لا ينتقد وضوء اللامس بس. كويس، ده رأي. وفي رأي تاني يقول لك خد رأي الاحناف في هذه المسألة، واخد بالك ازاي، علشان تخرج من الازمة. الاحناف عندهم لمس البشرة لا ينقض الوضوء الا اذا كان يعني ايه مفضي للجماع، يعني مع شهوة كبيرة، وده من لا يتأتى في مثل هذه الاماكن، وبالتالي يبقى مذهب الاحناف في ساعه. وده اللي نصحني بيه السيد عبد الله الصديق الغماري شيخي، يعني نصحني بيه في كل حياتي مش في الطواف بس. قال لي انت طبيب وتكشف كتير على النساء، فخذ مذهب الاحناف في المساله حتى لا يصعب عليك كثره الوضوء، لان انا كنت حبوش. والله كنت كل شويه اتوضى، كل شويه اتوضى لما كان زماني، دلوقتي مش قاعد هنا. فدي ميزه ايه المشايخ، يعني العلماء الاكابر بيراعي برضه ظروف كل واحد ومهنته. يبقى الطهر عن حدث اصغر واكبر وعن نجس كما في الصلاه. ولخبر الطواف بالبيت الصلاه، فلو زال الستر او الطهر جد وبنى على طوافه، وان تعمد ذلك. ان تعمد ذلك يعني قاعد يحزق عشان يطلع ريح يوم وضوء، ما نوع فيش، بس هو بيتعمد برضه ما يجراش حاجه، تقد وضوءه ويبني على ما فات ويروح يتوضى ويجي. تعمد يلمس امراه يعني كده علشان ينتقد وضوءه ويطلع. يلاقيها حجه يعني يطلع. برضه ما يجراش حاجه. كل ده تيسير على فكره. يعني الحج مليان في احكامه تيسير كبير. ما تلاقوش في عبادات اخرى. وان طال الفصل كمان. يعني راح يتوضى وبعدين ايه؟ عمل مكالمه بالتليفون يطمئن على حد، وبعدين لقى حاجه حلوه كده فاشتراها. وراح الفندق يوديها، فلما راح الفندق لقى السرير حلو كده فلما نام لي ساعه. كل ده وبعدين هو نازل لقى نفسه جاع فاشترى سندوتشات وكل، ورجع بعد ثلاث ساعات يبني على ما فات برضه. شفت التيسير؟ ما تلاقيش تيسير في عبادات كتيره زي كده. لو عمل كده في الصلاه ما ينفعش طبعا، فهمت؟ الا لكن هنا فتعرف التيسير، لان في ناس متصوره ان الحج ده عباده ما فيهوش تيسير، لا مليان تيسير. ولو تخللوا فرض برضه هيصلي الفرض ويبني على ما فات برضه نفس الحكايه برضه ما يضرش. جتني يوم حركته بطيئه، اصل انت بيجي لك ناس حجاج ساعات يبقى عنده 90 سنه، اللي انت بتقوله تعمله في ساعه ده هو يعمله في يوم، عشان يروح الحمام ويروح مش عارف يغير هدومه بتاع ويكح وياخد له الدواء بتاعه ويستريح شويه وركبه بتوجعه ياخد له ساعات طويله. فعباده يعني بيدخلها ناس كتير ضعاف، والزحام كمان بيزود حتى ضعف القوي، يعني حتى القوي بيبقى ضعيف في الزحام.
حتى الشباب بيبقى تعبان في الزحمة. علشان كده عبادة فيها رحمة. وإن طال الفصل بخلاف الصلاة إذ يحتمل فيه ما لا يحتمل فيها، لأن بيحتمل في الطواف ما لا يحتمل في الصلاة، الكلام في الصلاة يبطلها وفي الطواف لا، الأكل في الصلاة يبطلها وفي الطواف لا، يبقى يحتمل في والحركة ده الطواف أصلا ساعي مشي، واخد بالك إزاي؟ والحركة في الصلاة يبطلها، وبالتالي يبقى يصلح في الطواف ما لا يصلح في الصلاة، وبالتالي يبقى مخفف. الأحكام المبنية فيه على التخفيف ككثير الكلام، ولكن يسن الاستئناف خروجا من خلاف من أوجبه. يعني لو طال الفصل طول فاحش قوي كده زي الأمثلة اللي قلناها، يسن انه يستأنف يبتدي من أول وجديد خروجا من خلاف اللي قالك لو طال الفصل لا يجوز. واضح؟ لأن في مزايا تانية قالت لا ما يطولش الفصل بالطول الفاحش ده. واضح؟ وغلبت النجاسة في المطاف مما عمت به البلوى فيعفى عما يشق الاحتراز عنه. أيامهم الحمد لله الوقت المطاف نظيف، والنظافة حتى في وسط الطواف اللي بيمسحوا ويكنسوا ويعملوا، كان زمان حتى يعني ايه الطواف تلاقي العيال ساعات يبولوا اللي ماشي مع ابوه في المطاف، تحصل كده، فتحصل واحد يتقايه يقيء في اثناء الزحام والقيء ده نجس، وواحد تاني يتجرح، لان ساعات ضوافر الناس تروح داخله في كعب بعضها فتجرح اقدام بعضهم فتلاقي في دم على في المطاف، كل ده نجاسات. فبيقول لك والنجاسه مما عمت به البلوى، واخد بالك، فيعفى عما يشق الاحتراز عنه. واضح؟ ففي يبقى في العفو، طالما الحكايه صعبه يبقى في العفو. الحمد لله الوقت احنا ما بنشوفش الحاجات دي بفضل الله. وسننه كثيره، منها ان يتوجه الى البيت اول طوافه ويقف على جانب الحجر الذي هو جهه الركن اليماني، ثم يمر متوجها له فاذا حذاه انتقل. يعني يسن ان يبقى ماشي كده بالمواجهه لحد الحجر بالمواجهة في أول طوفة، ويجي يبقى جنبه ناحية الركن اليماني يعني قبل الحجر بحاجة بسيطة، ويجي يقف قدامه كده ويقبله ويستلمه يعني ويقبله ويسجد عليه، وبعدين يروح عادل نفسه ويبتدي يطوف. واضح؟ دي كلها سنن بقى، بس بقابلني لو عرفت تعملها يعني بالزمن. لكن دي يعني لما تبقى من كبار الزوار ان شاء الله من رؤساء الجمهوريات كده والملوك والحاجات دي بيفضوا لك المكان، سهل تعملها سعيد. انما طول ما انت من عوام المسلمين زي حالتنا كده ايه هتبقى الحكايه صعب انك انت تعملها، ما تزحمش يعني، حكايه سهله. وسنن كثيره، منها ان يتوجه الى البيت اول طوافه ويقف على جانب الحجر الذي واجهه الركن اليماني، ثم يمر متوجها له فاذا حذاه انتقل وجعل البيت عن يساره، وان يمشي فيه. من السنن الثانيه ان ياخذ مشي مش ركوب، ولو امراه الا لعذر كمرض، لأنه أشبه بالتواضع والأدب، وأن يستلم الحجر الأسود أول طوافه وأن يقبله ويسجد عليه. يبقى الحجر الأسود بتعمل فيه ثلاث سنن، تستلمه يعني تحط إيدك عليه تمسحه يعني بإيدك، وتاني حاجة تقبله، وتالت حاجة تسجد عليه. يبقى ثلاث سنن متعلقة بالحجر، تحط إيدك عليه تمسحه، وبعدين تقبله، وبعدين تسجد عليه، وتقبله من غير صوت، مش تعمل صوت عالي، من الأدب يعني. وأن يقبله ويسجد عليه ويخفف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت، وأن يقول عند استلامه في كل طوفة والأولى آكد، يعني الطواف الأول أول طواف آكد، لكن في كل طوفة ما يمر عليه يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك. إيه هو الوفاء بالعهد؟ ألست بربكم؟ قلنا بلى، العهد الأول عهد ألست بربكم، واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض العلماء قال لك واتباع ووفاء بعهدك عهد الإسلام، إنك أنت عهدت الله أن تكون مسلما، ومن واجبات الإسلام الحج، واخد بالك، وهكذا يعني. لكن أنا رأيي والله أعلم أنه هو العهد الأول، لأن كل العهود اللي من بعده مندرجة فيه، أي عهد يأتي من بعده مندرج في العهد الأول. واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يستلم الركن اليماني. يبقى عندي ركن الحجر وفي الركن اليماني اللي قبله، كويس، ده اسمه الركن اليماني، سمي اليماني عشان في جهة اليمن. الركن اليماني ده على قواعد سيدنا إبراهيم،
كويس؟ فتستلمه يعني تمسح عليه بإيدك. لكن الركن الشامي والعراقي مش على قواعد سيدنا إبراهيم فلا يستلمه. يعني لو كانت الكعبة على قواعد سيدنا إبراهيم الأربعة كنا هنستلم الأركان الأربعة. ونيجي في ركن الحجر يزيد على الاستلام، يبقى الاستلام خاص بقواعد إبراهيم والتقبيل والسجود خاص بالحجر. سهلة؟ يبقى كل ما كان على قواعد سيدنا إبراهيم نمسح عليه. يبقى يجوز المسح للتبرك اهو، ده سنة النبي. لو رحت انت هناك مثلا ومسحت ايدك على منبر النبي، ما احنا بنمسح على قواعد ابن سيدنا ابراهيم، مش كده برضو؟ والنبي سنها. طب وفين النبي وسيدنا ابراهيم؟ سيدنا رسول الله افضل من سيدنا ابراهيم باجماع الامم كلها. يبقى منبر النبي لما نمسح عليه كده زي عطاء ابن ابي رباح كان لما يمر على المنبر يحط ايده على رمانة المنبر كده ويمسح وجهه، وكانوا الصحابة تشوفه وما منعهوش، لكن لو كانوا موجودين بتوع اليومين دول كانوا ضربوه على ايده. حاجة غريبة، ما بيقروش الحاجات دي. يبقى عندنا الركن الايه اليماني يستلم ولا يسن تقبيله، ولا يسن استلام الركنين الشاميين ولا تقبيلهما. عرفت العلة؟ ان دول على قواعد سيدنا ابراهيم والتاني مش على قواعد سيدنا ابراهيم لان الحجر خرج منه. وان يقول قبالة الباب، ولما يخلص ايه الكلام اللي قاله مع الحجر، اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا الى اخره، هيكون مشي خطوتين بقى في محاذاة الباب الكعبة، يوم يقول اللهم ان البيت بيتك والحرم حرمك والامن امنك وهذا مقام العائد بك من النار، مشيرا بهذا الى مقام سيدنا ابراهيم. وعند الركن العراقي مقام سيدنا ابراهيم كان ملاصق للكعبة اصلا، لان ده كان المقام اللي كان بيبني عليه الكعبة زي الايه السقالة كده، فكان ملاصق للكعبة. لما وسعوا المطاف رجعوه ورا شوية، فاللي انت بتشوفه دلوقتي ده مش مقام، مش مكان مقام سيدنا ابراهيم، ده بعد التوسعة رجعوه، لكن هو اصلا كان ملاصق للكعبة. واضح؟ وعند الركن العراقي يقول ايه اللي هو الركن بعد ركن الحجر، وانت ماشي في الطواف كده الركن اللي قبلك الثاني اسمه الركن العراقي لانه في اتجاه العراق، وبعدين اما تلف شوية كده تلاقي الركن الشامي لانه في اتجاه الشام، وبعدين ترجع تمشي كده تلاقي اليماني اتجاه اليمن، وبعدين تلف تاني تلاقي ركن الحجر. سهلة؟ وعند الركن العراقي اللهم اني اعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنقلب في الاهل والمال والولد وتحت الميزاب. كل الحاجات دي على فكرة مش واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده اتفاق العلماء كده على مر العصور يقولوا الادعية الحلوة دي، لان باب الدعاء باب واسع ومفتوح، لكن اللي وارد على النبي عن النبي في الطواف ادعية محدودة، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، على قد اللي سمعوا الصحابة من طواف النبي. وكأن النبي اراد ان ألا يسمعهم إلا بعض الأدعية المحدودة ليبين لهم أن الأمر على السعة، وكل إنسان يعبر عما يريد، لأن ده مكان بقى إيه تخاطب ربك كما تحب، أنت بيت ربك بقى كلمه بلا تكلف. وتحت الميزاب، الميزاب ده اللي هو إيه لما بتجتمع المطرة في سطح الكعبة تلاقي فيه ميزاب كده بيصب في الحجر، حجر إسماعيل. يبقى ما تحازي هذا الميزاب تقول إيه اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقني بكأس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا أظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. وبين الركن اليماني والحجر، لا هو غلطان طبعا طبعا صلح، وبين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واضح؟ صلح دي، حط بس الشام في دايرة واكتب كده الحجر، لكن ما تشطبش حاجة. وأن يرمل الذكر في الطوفات الثلاث الأول، الرمل دي عبادة خاصة بالذكور دون الإناث، يعني يجري جارية خفيفة كده في الثلاث طوفات الأولى في أي طواف يتبعه سعي، في أي طواف يتبعه سعي. وأن يرمل الذكر في الطوفات الثلاث الأول من طواف بعده سعي مطلوب، بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في البقية على هينته،
وبقيه الاربعه الباقيين يمشي عادي على على طريقته العاديه. وان يقول في الرمل: اللهم اجعله حجا مبرورا. والمناسب للمعتمر ان يقول: عمره مبروره، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا، وتجاره لن تبور، يا عزيز يا غفور. ويقول في الاربعه الباقيه: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وان يضبع الذكر في طواف فيه رمل وفي سعي بعده. الاطباع ان هو يكشف كتفه اليمين، الاطباع يكشف الكتف اليمين للرجل، يقوم يجيب الرداء بتاعه من تحت الابط الايمن ويحطه على عاتقه الايسر، ده اسمه ايه؟ الاطباع. وان يضبع الذكر في طواف فيه رمل وفي سعي بعده، وذلك بان يجعل وسط ردائه تحت منكبه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر كداب اهل الشطاره، بخلاف ركعتي الطواف. الناس اللي هم بيشتغلوا في الفاعل وبيشيلوا وبيعملوا تلاقي برضو ايه، يعري كتفه ده ويحط حاجته هنا عشان لما يشيل حاجه على كتفه هنا تبقى حاميه كتفه، بخلاف ركعتي الطواف. واما يجي يصلي ركعتين الطواف يغطي كتفه الايمن، لان ايه؟ وقت الصلاه كشف الكتف من مكروهات الصلاه. يبقى ايه؟ يبقى الطبع وقت الطواف، خلص طواف هيصلي ركعتين سنه الطواف، يروح مغطي كتفيه ويصلي الطواف كويس، وبعدين متوجه للسعي الطبع تاني عشان يسعى تاني، اذن عليه اذان واقاموا صلاه في اثناء السعي، يروح مغطي كتفيه ويصلي، وبعدين هيبدا يسعى تاني يروح يقوم الطابع، وهكذا كويس. لكن في ناس بمجرد ان يجي له تاشيره الحج يطبع وهو في مصر، ما يغطيش كتفه ابدا لحد ما يذبح. يعني يخرج من باب بيته من مصر مطابع. ليه؟ ويصلي العشاء في المطار هنا في مصر وهو مطابع. دي تصرفات جهلت ايه؟ العباد. فتاخد بالك ما يتضبعش الا لما يجي يطوف ويسعى. وقت الصلوات يغطي كتفيه. سهل؟ فلا يسن فيهما في ركعتي الطواف يعني الاطباع، بل يكره. وان يدعو بما شاء في جميع طوافه. ومأثوره افضل في جميع الطواف، يدعو بما شاء، والمأثور لو هو حافظه يبقى افضل لانه اجمع. طيب مش حافظ مأثور ومش عارف يدعي عبده، يبقى يقرا قرآن. فالقراءه فيه فيقرا قراءه فيه او فغير المأثور، ويسن له الاصرار بذلك لانه اجمع للخشوع، ما يعليش صوته عشان اجمع للخشوع عشان ما يشوش على ايه؟ على من بجواره. وأن يوالي طوافه خروجا من الخلاف في وجوبه. وبرضه من ضمن السنن ان يبقى الطواف السبعه ورا بعض ما يعطلش نفسه كتير. يقول لك ما هو يجوز عدم الموالاه، ايوه يجوز للتيسير، لكن ما فيش مسوغ، والي احسن واعملهم ورا بعضهم خروجا من خلاف من لا يجيز. وان يقرب الذكر في طوافه بالبيت لانه ايسر في الاستلام والتقبيل. طبعا الاستلام والتقبيل بالنسبه للاركان والحجر ده خاص بالرجال، انما النساء ما تزحمش الرجال وتروح تعمل كده. النساء تبقى بعيده، تبقى في حواشي المطاف، ما تقتربش من الكعبه كمان. دلوقتي ما بيحصلش كده. الستات دلوقتي شغالين اقوى من الرجال في 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 التزاحم على الحجر وعلى القرب من الكعبه، وده برضو بسبب جهل ايه المسلمين باحكام دينهم، وان هم بيعبدوا بالعواطف اكتر ما بيعبدوا بالعلم. طبعا الواحد بيبقى جاي مشتاق للكعبه وفرحان بالكعبه وعايز يلمس الكعبه، فهم شغالين بالعواطف لكن مش عارفين يكبحوا كباح عواطفهم بايه؟ بلجام العلم. فالمراه ما تقتربش عشان ما تزحمش الرجال فتتاذى وتؤذي، والرجل يقترب علشان يبقى ايسر ليه للاستلام والتقبيل، وفي نفس الوقت لو لقى نفسه انه هيؤذي الناس او هيتاذى يبقى خلاص يبتعد. وان يقرب الذكر في طوافه بالبيت لانه ايسر في الاستلام والتقبيل. نعم ان تاذى او اذى غيره بنحو زحمه فالبعد اولى. وان يصلي بعده ركعتين، والاولى فعلهما خلف المقام، ففي الحجر ففي المسجد. يعني يا اما يعملوا خلف مقام ابراهيم ما قدرش والدنيا زحمه يبقى في حجر اسماعيل، طيب ما قدرش برضه زحمه في اي حته في المسجد، طب ما قدرش في المسجد في الفندق بتاعه اما يروح في اي حته في مكه.
على باب المطعم اللي هياكل فيه. المهم ما يزحمش الناس وخلاص، المهم يصليهم وخلاص، ما يجيش بقى في وسط الطواف والناس ماشيه ويقعد يسجد ويكعبل الناس فوقيه. ولا بس انا عايز اعمل السنه، السنه انك انت تخلي الناس تتكعبل كده وتقع، حتى النبي ما يزعل منك صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله لما شاف سيدنا عمر رايح الحج قال له يا عمر انك قوي لا تؤذي الناس على الحجر. سيدنا عمر كان طوله 3 متر وحاجه قوه كده تمام ما شاء الله. فقال له لا يا عمر انت تشاور بس، انت مالكش دعوه، سيب تعال الناس اللي حجمهم زينا كده هم دول اللي يخشوا، انما انت هتخش الناس هتخاف تجري منك وتاذيهم. فالواحد ياخد باله. ففي الحرم فحيث شاء، كل دي الاماكن اللي يصلي فيها ركعتي سنه الاحرام، فحيث شاء متى شاء كمان، ولا يفوتان الا بموته. يعني لو انت طفت طواف السنه اللي فاتت وما صليتلوش ركعتين سنه الاحرام قوم صليهم الوقت، لانه ما يفوتوش حتى ولا بالموت الا بالموت بقى، خدت بالك؟ ومش مرتبطه لازم في الكعبه ولا لازم في الحرم، لا في اي مكان. ولا يفوتان الا بموته، ويقرا فيهما بسورتي الكافرون والاخلاص، ويجهر فيهما ليلا وما الحق به مما بعد الفجر الى طلوع الشمس، ويسر فيما عدا ذلك. يعني لو كان الطواف نهاري يبقى يسر في ركعتي سنه الطواف، لو كان الطواف ليلي يبقى يجهر في ركعتي سنه الطواف، لان الصلوات الليليه جهريه والصلوات النهاريه سريه. واضح؟ ويجزئ عن الركعتين فريضه ونافله اخرى. يعني افرض ان انا بطوف وبعدين رحت ايه بعد الطواف لقيت وقت الضحى دخل، اروح مصلي سنه الضحى ويخش معاها ركعتي سنه الطواف، تمشي. ما كنت صليت سنه فريضه الصبح وبعدين صليت فرض الصبح وانشغلت في الطواف، خلصت الطواف فحبيت اصلي سنه الصبح مع سنه الطواف، تنفع كل ده، ينفع، واخد بالك؟ ويسن له ان يستلم الحجر بعد طوافه، يعني يبقى يستلمه في اول طوافه ويستلمه بعد ما يخلص الطواف وركعتي سنه الاحرام، طبعا ان تيسر يعني. وصلاته ثم يخرج من باب الصفا للسعي. يبقى بعد كده بعد الطواف وصلاه الطواف يروح يستلم الحجر تاني، وفي بعد سنن تانيه يروح يشرب من زمزم. مالهاش هنا يعني، تلاقيها في المطولات. ويقف عند الملتزم ويروح يصلي ركعتين في حجر سيدنا اسماعيل. كل دي سنن موجوده في المطولات، يعملها لو تيسر له. قوله سبع طوفات بسكون الواو جمع طوفه، وهذا هو الواجب الاول. وقوله جاعلا في طوافه البيت عن يساره، هذا هو الواجب الثاني، فلا بد ان يكون خارجا عن جدار البيت وشاذ اروانه بفتح الذال المعجمه، وهو الخارج عن عرض جدار البيت وعن حجره. الشاذ اروان ده انت لما تبص للكعبه تلاقي جدار الكعبه كده ونازل، بعد كده تلاقي ايه جزء رخامي بارز كده ونازل على الارض عامل زي القعده. الجزء اللي نازل ده اسمه الشذروان. كان جدار الكعبه مبني داخل هواء البيت، لان حدود الكعبه عند الشذروان ده، فكان حق الجدار يتبني من عند حز الشذروان ده اللي على الارض. لكن هم لما قصرت اموالهم الحلال عملوا الشذروان كده عشان يبينوا حد الكعبه، وبعدين بنوا الجدار من جوه. واضح؟ وبعدين لما جددوا بناء الكعبه جددوها على الطريقه القديمه برضه بنفس الطريقه القديمه. وبالتالي لو انت مشيت على الشذروان ده كانك جوه الكعبه، يبقى مش بتطوف داخل الكعبه. لو في الزحمه يعني طلعت ورحت خطيت خطوتين على الحته دي وبعدين نزلت تاني، يبقى الخطوتين دول مش محسوبين من الطواف، لازم ترجعهم تاني، لان انت كده طفت داخل الكعبه مش حول البيت، داخل البيت. وكمان ايه، لو حطيت ايدك كده لامس الكعبة كده وماشي خارج الشذروان، يبقى جزء من جسمك داخل الكعبة، يبطل طواف. خدت بالك؟ بيعملها، بيشوفها ناس كتير يعملوها، يبقى لمس الكعبة كده وفرحان بيها وقاعد يمسحها كده وماشي، يبقى جزء من جسمه داخل هواء الكعبة، بطل الطواف. واضح؟ وكذا لو دخل جوه الحجر، لا الحتة دي يعني مفتوحة الحمد لله ومفيش حد فيها، سهلة فيخش. هما دلوقتي طبعا قافلينها وموقفين عسكري،
يمنعوا الناس يعني كويس ان هم عملوا كده. كان زمان يمكن في السبعينيات اول ما روحت انا كانوا سايبينها مفتوحة على اساس الناس فاهمة، لكن بعض الناس الجاهلة برضو كان يخش منها. لان انا اول مرة اروح الكعبة كان سنة تقريبا 1975، كان ده اول عهدي بالكعبة يعني. فشفت الشازروان ده وكان لسه المطاف جزء منه رخامي والباقي حصى، كان لسه ما عملوش كل الرخام ده. فكان حتة الحجر كانوا يسيبوه مفتوح، فكنت بلاحظ ان بعض الناس كانت فعلا تخش. الحمد لله دلوقتي لا، خلاص بقوا يحطوا حواجز ويوقفوا عسكري هنا وعسكري هنا يمنع الناس انها تدخل، الا لو حب حد حيز يدخل يقول له حصلي، لو قال له حصلي يعدي، لو قال له بالطوف يقول له لا بره يعلمه. فكويس يعني الحاجات دي برضو كويسة بتساعد الناس. يبقى فلا بد ان يكون خارجا عن جدار البيت وشاذروانه بفتح الذال المعجمة، والخارج عن عرض جدار البيت، والعرض عكس الطول، والعرض هو موضع المدح والذم من الانسان، يبقى في عرض وفي عرض مش كده برضو، وفي عرض لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم، العرض اللي هو يعني ان يكون نصب ايمانكم يعني اتجاهك في مقابلك مش كده برضو، وفي العرض وهو ايه ما يحتاج الى مكان ليظهر زي اعراض المرض الشحوب والصفرة والحمرة يسموه عرض. يبقى في عرض وفي عرض وفي عرض وفي عرض وكل واحدة بمعنى، فتاخد بالك. وهو الخارج عن عرض جدار البيت وعن حجره بكسر الحاء وسكون الجيم، وهو المحوط عند الكعبة بقدر نصف دائرة بينه وبين كل من الركنين فتحة، ويقال له الحطيم. فلو مشى على الشذروان أو مس الجدار في مروره أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم يصح طوافه. وقوله مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه، أي من جهة شقه الأيسر، وهذا هو الواجب الثالث. وروى ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة أشد بياضا من اللبن، وإنما سودته خطايا بني آدم، ولولا ذلك ما مسه ذو عاهة إلا برئ. يبقى عندنا في حاجات من الجنة على الأرض، الحجر الأسود روضة نبينا، روضة نبينا في الإيه؟ في في المدينة المنورة. يبقى المساحة اللي في الروضة أكتر من الحجر بكتير، يبقى ليه من باب تفضيل المدينة، يعني فيها من الجنة أكتر من اللي في مكة، يبقى المدينة فيها من الجنة أكتر من اللي في مكة مش كده برضو. وكل مؤمن صالح قبره روضة من رياض الجنة، لا تتعدى قبره، إلا نبينا قبره روضة وتعدت إلى زواره عشان اللي يقولوا يقعدوا فيها لأنه رحمة للعالمين، ودي من خصوصيات نبينا صلى الله عليه وسلم. فالروضة خرجت من قبره إلى تشمل زواره صلى الله عليه وسلم. ولولا ذلك ما مسه ذو عاهة إلا برئ، يعني لولا ذنوب بني آدم، ما هو الجنة أصل أي حاجة تلمسها من الجنة يوم يحصل لك ايه؟ يحصل لك العافية كلها، لان الجنة ما فيها سقم ولا مرض، ما يجتمعش فيها مرض ولا ألم ولا نقص. فطالما دي حاجة من الجنة يبقى خلاص تكمل بها، واخد بالك. وقوله فلو بدأ بغير الحجر، لكن اللي منع الحكاية دي ظهورها كده جلية ذنوب بني آدم اللي منع. وقوله فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب له، أي كان بدأ بالباب فإذا وصل إليه ابتدأ منه، ولو أزيل والعياذ بالله تعالى من الحياء إلى ذلك وجب البدء بمحله ومحاذاته، ويسن استلامه وتقبيله والسجود عليه. طب افرض الحجر أزيل زي ما خطفوا القرامطة 24 سنة، يعني القرامطة خطفوا الحجر الأسود وقعدت الكعبة بلا حجر أسود 24 سنة،
لحد تقريبا 320 هجريه تقريبا، يعني من 296 هجريه لحد 320 هجريه كان الناس بيطوفوا ويحجوا والحجر مش موجود في الكعبه، كانوا ايه سارقين واخدين هناك في البحرين ما قاعدين عنده، لحد ما الخليفه العباسي استعان بالجيوش المسلمين بقى وهاجمهم واسترده منهم واعاده الى البيت مره اخرى. يبقى في الحاله دي لو رفع او غير موجود يبقى ايه نطوف، ويبقى الطواف يبدا من مكان موضعه اللي كان فيه. واضح؟ قوله والرابع اي من الاركان، ولو قال ورابعها لكان انسب كما مر في سابقه لكنه مناسب لما قبله. وقول السعي بين الصفا والمروة أي لما روى الدارقطني وغيره بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في المسعى وقال يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم أي فرض. وأصل السعي الإسراع، والمراد به هنا مطلق المشي، ويسن أن يمشي على هينة أول السعي، يعني يمشي الهوينة، يعني يمشي بالراحة كده في أول السعي وآخره، وبينه في حتة الميلين الأخضرين دي يسموها الميلين الأخضرين. ويعدو الذكر أن يسعى سعيا شديدا في الوسط فيمشي على هينة حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ستة أذرع، فيعدو حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين. كل ده للذكر، مش الستات كمان تجري؟ هيقول لها عايزين مساواة، عايزين نجري زيكم. يا سيدي يعني المساواة موجودة لكن التساوي مش موجود، فالرجال والنساء، النساء شقائق الرجال في الأحكام، هو المساواة موجودة لكن التساوي مش موجود، لأن أنت ليكي جسم يعني يحتمل حركة بطريقة معينة، والرجل ليه جسم يحتمل حركة بطريقة معينة. الحركة العنيفة والجري والحاجات دي طبيعة الرجال، والحركة اللي فيها لطف ورفق ورحمة، لأن أنت موضع الرحمة والرفق، دي ما تناسبش جسم المرأة. مش كده برضه؟ لأن أنت أصلا المرأة حلاوتها أنها تبقى لطيفة، إنما أول ما تبقى خشنة بقت ملهاش لازمة. هي عايزة تبقى خشنة، طب ما هتبقى ملهاش لازمة، ده هي كمالها أنها تبقى لطيفة، فهي عايزة تخشن نفسها. طب سلام عليكم، مش عايزين، عايزين بقى المرأة اللطيفة اللي ربنا خلقها لنا كده، لطيفة مودة ورحمة. مش كده؟ لا، دي عايزة تلعب ملاكمة ومصارعة حرة وبتاع. ايه الجنان ده اللي اتجننوا؟ ما هو ده دليل انهم نقصات عقله دي. صدق رسول الله، لانها بتطالب حاجه لم تخلق من اجلها، لان كل شيء خلق كماله في اداء الوظيفه اللي خلق من اجله، ده كماله، فان خرج عن الوظيفه اللي يؤديها ما بقاش كامل، بقى ناقص. طب اشمعنى الرجال؟ عشان الرجال اكمل عقلا ما قالوش احنا عايزين نحمل زي الستات ونرضع. اشمعنى الستات بتحمل وترضع واحنا لا؟ محدش قال كده. ليه؟ لان الرجال عقلهم ارجح، عمرهم ما تصوروا ان يبقوا زي الستات، لكن الستات علشان عقلهم اقل عايزين يبقوا زي الرجاله. ما ينفعش، الحياه لا تصلح، الحياه صلاحها ان الست تبقى كده والراجل يبقى كده، ده يؤدي وظيفه وده يؤدي وظيفه، يكملوا بعض، دي جمالها. وعشان كده في احكام خاصه بالنساء يراعي بقى ايه يعني الانوثه، ويراعي قوامها وطريقه مشيتها، فيقول لها الحاجه اللي فيها جري ورمل بلاش انت، الحاجة اللي فيها مثلا إظهار مفاتن في الإحرام يبقى لا أنت إحرامك في ثوبك العادي، لكن الراجل يتجرد من ثيابه يلبس الإزار ويلبس البتاع ويبين كتفه، لأن الرجل جسده ليس موضع فتنة، لكن المرأة جسد، وهكذا يراعي. لكن هي مكلفة وده مكلف، هي بتحج وإحنا بنحج، والإحرام واجب عليها وواجب علي على الرجل. شقائق الرجال في الأحكام، مش كده برضه؟ فيمشي على هينة حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ستة أذرع، فيعدو حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين المعلق أحدهما في ركن المسجد والآخر بدار العباس، فيمشي حتى ينتهي إلى المروة، وإذا عاد منها إلى الصفا مشى في محل مشيه وسعى في محل سعيه. وأما الأنثى والخنثى فلا يعدوان، مراعاة لطبيعتهم الجسمانية والأحكام المتعلقة بهم. ويسن أن يقول كل منهم في سعيه، اللي هو الرجل والمرأة يعني، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اجعله حجا مبرورا أو
أو عمرة مبرورة وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. الله أكبر ثلاثة ولله الحمد. الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا ويثلث الذكر والدعاء. كل ده بيقوله على الصفا وعلى المروة تسهيلا تكبيرات العيد اللي احنا بنقولها في تكبيرات العيد، تقول على الصفا والمروة ثلاثا وتصلي على النبي وتدعي ما شئت وبعدين ايه تكمل. وأن يسعى ماشيا ويجوز راكبا وأن يوالي بين مرات السعي، برضو يبقى ورا بعده، وبينه وبين الطواف ويبقى ورا الطواف على طول. ويكره للسعي أن يقف في أثناء سعي لحديث أو غيره، يكره بس لكن سعيه مظبوط. ويسن للذكر أن يرقى على كل من الصفا والمروة قدر قامة، لأنه صلى الله عليه وسلم رقى على كل منهما حتى رأى البيت. وأما الأنثى والخنثى فلا يسن لهم الرقي إلا إن خلى المحل عن الرجال الأجانب، وطبعا لا يخلو. ويجب على من لم يرق أن يلصق عقبه بأصل ما يذهب منه، يعني من الجبل يعني، ورؤوس أصابع رجليه بما يذهب إليه من الصفا والمروة، وهذا بحسب الأصل. وأما الآن فلا يجب الإلصاق لأنه دفن من الصفا 3 درجات ومن المروة 1 درجة، ولا يسن لمن سعى بعد طواف القدوم أن يعيده بعد طواف الإفاضة، ولا يشترط له طهر ولا ستر ولا غيرهم. يعني لا يشترط للسعي لا طهارة، يعني لو امرأة طافت فحاضت لها أن تسعى، جالها الحيض بعد الطواف على طول وعليها السعي تروح تسعى لأنه ما يشترطش في الطهارة. لو انتقض وضوءك أثناء السعي كمل السعي فيهاش مشكلة. لو بان جزء من عورتك أثناء السعي، يعني ارتفع الإزار ولا حاجة فظهر جزء من الفخذ أو شيء من هذا أثناء السعي، ما تعيدش الخطوة دي، خلاص السعي ماشي كويس لأنه لا يسترد فيه ستر العورة. قول 7 مرات فلو ترك من السبع شيئا لم يصح وإن قل. وقول وشرطه أي شرط صحته. وقول أن يبدأ، وقول أن يبدأ في أول مرة بالصفا ويختم بالمروة، أي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما قالوا له أنبدأ بالصفا أم بالمروة، ابدأوا بما بدأ الله به. فلو عكس لم تحسب المرة الأولى، يعني ابتدأ هو من المروة فرد وبعدين راح على الصفا، يبقى المرة دي مش محسوب، يبقى نبتدي نحسب من أول ما ابتدأ من الصفا. خدت بالك؟ فلو عكس لم تحسب المرة الأولى. وفي بعض النسخ أن يبدأ في كل مرة بالصفا إلى آخره، وهو مشكل لأنه لا يبدأ في كل مرة بالصفا بل يبدأ بها في الأوتار فقط. وأجيب بأن المراد كل مرة مما يخصها أو كل مرة من السعي الكامل، بمعنى كلما أراد السعي بدأ بالصفا في هذا السعي كله وهكذا. وحمله على هذا وإن كان يبعد أولى من جعله خطأ. يعني بعض النسخ قال ويبدأ في كل مرة بالصفا، بيقول لك بدل ما نقول ان الشيخ يقصد يقول كلام خطأ، لا ده الشيخ يقصد ان في كل سعي عايز تبتدي ابدأ فيه بالصفا، يعني مش بيتكلم على كل شوط، ده بيتكلم على البدء. وشرطه ايضا ان يكون بعد طواف ركن او قدوم. ابن حزم عنده ان الشوط يتحسب 1 من الصفا للمروة ويرجع من المروة للصفا 1، يعني يعمل 14. ده ابن حزم الظاهري. الحمد لله ان احنا مش ظاهري، الحمد لله، يعني شز عن كل المسلمين، واخد بالك، ولا يعمل بهذا احد. لكن انا بقول لك بس من باب العلم بالشيء، لان ده مذهب الظاهري، مذهب الظاهري ولا يوجد احد يعمل به. جوز خالتي رحمه الله كان عقيد في الجيش، راح يحج من غير ما يعرف ان في مذهب ظاهري، بقى يروح يمشي من الصفا للمروة
رايح مره وراجع ايه زي الظاهريه كده، عمل 14 لما هو عنده سكر، رجله فقفقت قد كده وحرارته بقت 40 ورقت فيها وعي وشغلانه كبيره، واخد بالك؟ شفت بقى المشكله ان الواحد يقبل على العباده وهو مش متعلمها، يوم يضر نفسه ويعمل حاجه ملهاش لازم. فلازم الواحد الاول يسال قبل ما يهجم على العباده كده، يسال هعمل ايه وامشي ازاي وتخلص امتى وتبتدي ازاي، الحاجات البسيطه دي لازم كل واحد يسال فيه. فما يصحش تهجم على العباده وانت ما تعرفش. رحمه الله. وشرط ايضا ان يكون بعد طواف ركن، يبقى شرط السعي الاول انه يبقى 7 اشواط وانه يبدا من الصفا، وانه الشرط بعد كده كمان انه يكون قبليه طواف يسبقه طواف، ان يكون بعد طواف ركن او قدوم بشرط الا يتخلل بين طواف القدوم وبينه الوقوف بعرفه، يعني ما ينفعش يطوف طواف القدوم ويروح يقف في عرفه ويقول لك حاجه اسعى الحج، لا ما ينفعش. يبقى في الحاله دي لو طاف طواف القدوم وراح وقف في عرفه نقول له استنى بقى اجل السعي لحد ما تطوف طواف الايه؟ الافاضه، وتبقى 9 سعي الحج بعد طواف الافاضه. واضح؟ فان تخلل بينهما الوقوف امتنع السعي الا بعد طواف الافاضه. فالحاصل ان واجبات السعي 3، الاول كونه 7 مرات، والثاني ان يبدا بالصفا ويختم بالمروه، والثالث ان يكون بعد طواف ركن او قدوم بالشرط السابق. قوله: ويحسب ذهابه من الصفا الى المروه مره، وجمله مرات ذهابه من الصفا الى المروه 4، وهي الاوتار الاولى والثالثه والخامسه والسابعه. يعني انت هتبدا من الصفا اول شوط وثالث شوط وخامس شوط وسابع شوط، وهتبدا من المروه الثاني والرابع والسادس. سهله؟ يبقى عند المروه بتبدا في الاشفاع، وعند الصفا بتبدا في الاوتار. ايوه. كده مفيش سعي تطوع؟ لا، له ان يسعى تطوعا لكن يسبقه طواف تطوف. ولو هيعمل كده يعمل عمره بقى وخلاص بالمره. عشان كده ما بتلاقيش حد بيسعى تطوع. لانه لو كان يبقى يعمل عمره بقى بالمره، يروح التنعيم يحرم ويعملها عمره. ما ينفعش يتفرد كده. ها؟ ما ينفعش الواحد يتفرد. لكن لا يفرد السعي تطوع. السعي يشترط فيه لبس الاحرام، لبس الازار، ولا الطواف بس؟ لا، ولا الطواف ولا السعي ما يشترطش الا لو كنت معتمر. يعني لو انت في العمره لازم طبعا باللبس الاحرام، لكن في الحج طواف الافاضه انت بتكون نحرت خلاص ولبست هدومك وتحللت، فبتطوف اهو بلبسك العادي بهدومك والسعي زيه لو هتسعى بعده بهدومك برضه. في الحج بتلاقي الناس بتسعى بهدومها لانه خلاص نحروا ولبسوا وحلقوا ولبسوا هدومهم وراحوا يطوفوا طواف الافاضه، فبيبقوا بيطوفوا بهدومهم وبيسعوا بهدومهم مش بالازار ولا بالرداء. انما العمره لا، العمره لازم تبقى ايه؟ لسه لابس الازار والرداء. خدت بالك؟ ويحسب ذهابه من الصفا الى المروه مره، وعوده منها اليه مره اخرى، اي أيوة، وعوده من المروه الى الصفا مره اخرى، وجمله مرات عوده منها اليه 3، وهي الاشفاع الثانيه والرابعه والسادسه. قول: والصفا بالقصر، واصله الحجاره الملس، والواحده صفاه كحصى وحصاه. وقول: طرف بفتح الراء، واما الطرف بسكونها فهو العين. قال الشاعر: اشارت بطرف العين خيفه اهلها، إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. بيعاكس بنت الجيران. فهو لما عاكسها قال الشعر ده بقى، بصيت له يعني كده بصة تحية وفهمته النبوة هنا يعني، فمفيش داعي الوقت واخد بالك. فهو قال أصاغ الحكاية دي بقى إيه في الشعر: أشارت بطرف العين خيفة أهلها، إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. وقول: جبل أبي قبيس سمي بذلك لأن سيدنا آدم عليه السلام اقتبس منه النار التي في أيدي الناس. قول: والمروة بفتح الميم، وهي أفضل من الصفا على الراجح لأنها المقصد.
وقول علم على الموضع المعروف بمكة وهو طرف جبل قينقاع، ومقدار ما بين الصفا والمروة 770 ذراعا بذراع اليد، حوالي 500 متر نص كيلو تقريبا بالمقاسات بتاعتنا، يعني كأن السعي 3500 متر، 3 كيلو ونص السعي. وتحط معاه الطواف كمان لما تكون بتطوف على الواسع شوية يبقى 7 كيلو طواف وسع. يعني الدين بتاعنا عايز قوة، إنما الشباب قوة، وبالتالي الواحد يروح يحج وهو شباب، ما يستناش اما يبقى كركوب والناس بتشيله ويقول عايز احج. تحج ايه بقى؟ انت عايز تكبر عليك 4، فالواحد ايه يحج وهو شباب احسن، علشان ما يرهقش حتى من يحج معه، ويبقى عاله على الناس يشيلوه ويتعبوه ويرهق الناس. فالواحد كل ما يتيسر ليه يحج وهو شباب احسن. قوله: وبقي من اركان الحج الحلق او التقصير، اي بناء على عده من الاركان، وهو الراجح، وإن جرى المصنف على عده من الواجبات كما تقدم. وقوله: إن جعلنا كلا منهما نسكا، أي عبادة. وكان الأولى أن يقول إن جعلناه نسكا، لأن الركن أحدهما كما يدل عليه التعبير بأو، ويكفي الركن أحدهما الحلق أو التقصير، يعني مش الحلق والتقصير، يعني أنت يا بتحلق يا بتقصر بتعمل حاجة منه. ويكفي هنا الشعر الخارج عن حد الرأس، في التقصير يكفي الشعر الخارج عن حد الرأس تأثر منه، بخلاف الوضوء لازم اما تمسح على الشعر المحاذي للرأس، في الوضوء لازم تمسح على الشعر المحاذي للرأس، يعني ما ينفعش المرأة وهي بتتوضى تمسح على ضفيرها، فهمتني ازاي؟ وضوءها باطل، لكن وهي بتحج اما تيجي تقصر تاخد من طرف الضفير، واضح؟ يبقى دي نقط مهمة الحاجات دي، كما صرح به الرملي بخلافه في الوضوء. وقوله: وهو المشهور، هو المعتمد كمان. وقوله: فإن قلنا، هو المعتمد أنه نسك يعني. وقوله: فإن قلنا أن كل منهما، أي من الحلق أو التقصير. وقوله: استباحة محظور، أي ممنوع بمعنى محرم عليه قبل ذلك من الحظر، وهو المنع بمعنى التحريم. وقوله: فليس من الأركان ضعيف. ويترتب طبعا عليه إيه؟ أن يبقى الحلق مش عباد، فعل محظور خلاص ما لهاش عباده، مش هتساب عليه. طب ما تخليه بقى نسك احسن، خلينا نساب عليه. نعم فهمت. فالوجه الثاني احلى، تساب عليه ما يبقاش فعل مطلق، فعل محظور. ويترتب على جعل كل منهما نسكا انه يثاب عليه، وعلى جعله استباحه محظور انه لا يثاب عليه. قول: ويجب تقديم الاحرام، ايوه تقديم الوقوف على طواف الركن. طبعا الايه، احنا الحلقه والتقصير عند الاحناف استباحه محظور، عند الاحناف زي السلام في الصلاه استباحه محظور. يعني ايه؟ يعني لو انت قريت التشهد على مذهب الاحناف وبعدين بعد ما خلصت التشهد طلعت ريح، صلاتك صحيح، لانك عملت المحظور خلاص وكملت صلاتك وما سلمتش لسه. قال لك ما هو السلام او انه ينتقد وضوءك، يعني استباحه محظور، لأن السلام ده كلام خارج الصلاة. تقول السلام عليكم، بتخاطب اللي بجوارك، ومخاطبة من بجوارك خارج الصلاة، مش كده برضه؟ تقول السلام عليكم ورحمة الله، فده خطاب لخارج الصلاة، وبالتالي ده استباحة محظور، لأن الكلام كان محظورا في الصلاة، فلما خلصت الصلاة صرت تكلم من بالخارج، فده استباحة محظور. ده الأحناف، ده في وجهة نظر الأحناف، وينبني عليها لو انتقد وضوءه بعد التشهد صحت صلاته وليست عليه الإعادة، ويبقى لا ثواب له في السلام كركنية صلاة، لكن له ثواب التحية بس، واضح؟ لكن عند الشافعية لا، السلام في الصلاة ركن، وبالتالي لو انتقد وضوءه قبل التسليم بطل صلاته، يروح يتوضى ويعيد الصلاة، ولما يسلم ياخد ثواب الركن، فهمتني؟ نفس الكلام في السلام في الصلاة تقوله هنا في الحلق والتقصير في الهدي، فهمت؟ ويترتب على جعل كل منهما نسكا انه يثاب عليه، وعلى جعله استباحه محظور انه لا يثاب عليه. ما لو استباحه محظور زي بعد الصلاه مثلا قلت لابنك ناولني كوبايه ميه اشرب وشربت الميه، دي هتثاب عليها؟ ده فعل مباح، فعل مباح، مش كده برضه؟ قول: ويجب تقديم الاحرام، ايوه تقديم الوقوف على طواف الركن والحلق او التقصير، وتقديم الطواف على السعي إن لم يفعل بعد طواف القدوم،
فهذا إشارة للترتيب وهو واجب في معظم الأركان لا في الكل، لأن الحلق والطواف لا ترتيب بينهما، فيجوز تقديم الحلق على الطواف وتقديم الطواف على الحلق، ويجوز تقديم السعي عليهما بعد طواف القدوم. يعني ساعات انت بعد ما بترمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء وتكون انت طبعا شاري البون بتاع الهدي، يبقى انت كده دبحت، تبقى عايز تحلق، تروح للحلاقين في ميناء تلاقي طوابير، فتقول لا اما اروح اطوف بقى الاول وارجع يكونوا فضوا وابقى احلق بعدين، يجوز تقدم الطواف على الحلق بسبب الزحمة. ولو او جيت حلقت وطفت ما يجراش حاجة برضو، يجوز، فهمت؟ يعني براحتك، مش محتاجة ترتيب في دي. فيجوز تقديم الحلق على الطواف وتقديم الطواف على الحلق، ويجوز تقديم السعي عليهما بعد طواف القدوم. قوله على كل الأركان السابقة، أي التي هي الوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. قوله أركان العمرة، أي أجزاؤها، فالإضافة من إضافة الأجزاء إلى الكل، أو من إضافة المفصل للمجمل كما تقدم في نظيره. وقول ثلاثة كما في بعض النسخ، أي بناء على جعل الحلق أو التقصير واجبا لا ركنا. وقول وفي بعضها أربعة أشياء، أي بناء على جعل ذلك ركنا. ويزاد خامس، وهو ترتيب كل الأركان بأن يحرم ثم يطوف ثم يسعى ثم يحلق أو يقصر. قول الإحرام، اللي هو أول ركن من أركان العمرة، الإحرام أي النية، لأن الركن إنما هو الإحرام بمعنى النية لا بمعنى الدخول في النسك، ولم يقل هنا الإحرام مع النية كما سبق تنبيها على أن المراد بالإحرام النية. وقول والطواف أي بالبيت، وتقدمت واجباته وسننه. وقول والسعي أي بين الصفا والمروة، وتقدمت أيضا واجباته وسننه. وقول والحلق أو التقصير، جرى المصنف هنا على عده ركنا بخلاف ما تقدم تنبيها على صحة كل من القولين. وقول في أحد القولين أي على القول القائل بأنه نسك لا على القول القائل بأنه استباحة محظور. وقوله وهو الراجح هو كذلك. وقوله كما سبق قريبا أي في كلامه حيث قال وبقي من أركان الحج الحلق أو التقصير إن جعلنا كل منهما نسكا، وهو المشهور. وقول وإلا فلا يكون إلى آخره، أي وإن لم نجري على القول القائل بأنه نسك بل جرينا على القول القائل بأنه استباحة محظور فلا يكون من أركان العمرة، وهو ضعيف كما مر. ونقف على واجبات الحج إن شاء الله الخميس القادم. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.